ورجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم. النهاردة 25 يناير عيد الشرطة. ما ينفعش يعني موقف أو عيد زي ده يعدي مرور الكرام على أي حد في الإعلام. ده حقيقة. ليه أنا بقول كده؟ لأن في أيام إحنا عشنا فيها أيام صعبة جدا. أيام 25 تخريب 25 وحالة الفوضى اللي كانت بتمر بيها البلاد لدرجة اللي انت كنت قاعد في بيتك خايف عارف ان مفيش حد بيحميك. كل منطقة كانت اهليها هي اللي بتحمي بعض عن طريق اللجنة الشعبية. اللصوص والحرامية انطلقوا في الشوارع. ما كانش حد قادر يمشي بأمان لغاية لما الشرطة رجعت تاني ووقفت على رجليها تاني وإحنا حسينا فعلا بقيمة الشرطة في الوقت ده. فلازم نقول لهم كل سنة وانتوا طيبين ودايما في عون البلد وفي ظهر البلد وفي حمى البلد ودايما شاكرين على مجهودكم المبذول لحماية الوطن. وفي نفس الوقت ما نقدرش ننسى الشهداء والمصابين من رجال الشرطة من كادر الكادر الكامل لرجال الشرطة من أول العريف لغاية اللواء. مش ضباط بس، لا ضباط وجنود وعساكر. في كتير استشهدوا، في شباب زي الورد استشهد عشان أقدر أنا أقعد في بيتي بأمان. في عساكر، في مجندين استشهدوا عشان أنا أقدر أقعد بأمان، مش أنا لوحدي، عشان كلنا نقدر نعيش في أمان. لازم نشكرهم ولازم نترحم على أرواح الشهداء الأبرار وندعي لهم إن شاء الله إن هم في الجنة. كتير كتير من مواقف الشرطة ليها مواقف كتيرة جدا جدا مع الشعب المصري. طبعا في ناس بتتكلم إن لا، يعني في كل مجال لازم هتلاقي الكويس وهتلاقي الوحش. في كل مجال، في فئة الأطباء هتلاقي الكويس والوحش، فئة المهندس هتلاقي الكويس والوحش، فئة وكلاء النيابة، فئة القضاء، فئة الضباط، في كل مجال لازم هتلاقي الكويس والوحش. بس في النهاية بيغلب الطبع المصري، بيغلب الرجولة المصرية على الشخصية. الحقيقة يعني النهاردة يوم احنا لازم نمجده ولازم نذكره. والدليل اللي احنا برضو زي ما قلت قبل كده 25 يناير التخريب اللي حصل فيه، ان انت ما كنتش حاسس بامان. يعني انت ما كنتش حاسس ان انت امن، انت قاعد في بيتك وممكن حد يخش عليك في اي لحظه. ما هو ما فيش حكومه، ما فيش مرور في الشوارع. يعني انت تخيل ان انت في عز البرد في ضباط وفي عساكر وفي امناء شرطه قاعدين بيلفوا في الشوارع عشان يامنوك في عز البرد، في عز الساعه. هو سايب بيته، سايب اهله. في ضباط بتشوف بيوتهم ساعه ساعتين في اليوم يعني، وما بيشوفهمش كمان، ممكن ما يشوفهمش لو طلع مأمورية مثلا، يقعد في مأمورية 3 4 ايام ما يشوفوش. ده لو حقيقه يعني زي ما بيقول لي في الكنترول. واكتر انا بحيي زميله لينا هنا برضو والدها مساعد مدير امن المنوفيه، انا بحييها وبقول لها كل سنه وانت طيبه، ويا ريت توصلي رسالتنا ليه ان احنا بنقول له كل سنه وهو طيب. ده حاجة أقل ما نقدر نقدمها ليهم، ونحن نشكرهم ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا أبطال، كل سنة وانتوا شجعان، كل سنة وانتوا إحنا في حماكم. نطلع فاصل ونتواصل، أرجو أن تبقوا معنا. الإنسان اللي قدامكم ده يا جماعة بجد على قد ما هو فعلا مهندس شاطر، كمان على المستوى التعامل وانت بتتعامل معاه فيس تو فيس كده حاجة بجد بجد. ده أكتر حد وقف معانا، وقف جنبنا وعشان يظبط لنا البيت من أوله لأخره. علي الزناتي فعلا أسعاره وهمية جدا جدا، بجد محترف قوي في شغله، فعلا شغل بروفيشنال. انا حابب اشكر مين؟ علي الزناتي. الراجل ده شاطر جدا جدا جدا، واسعاره ارخص من السوق بالالوفات. يعني لو انت بتعمل مثلا حاجه في السوق بثمنها كذا، عنده هتلاقيها ارخص كتير جدا.
وبيقدر ان هو يقسط لك ويعمل اي حاجه نفسك فيها. من الاخر الشخص ده وفر عليا فلوس كتير جدا. وكمان يا جماعه بيعمل حاجه جميله جدا، بيعمل فصل على كل منطقه فتره. كل الناس اللي عايزه تجدد بيتها او تعمل بيتها من اول وجديد، او كل عريس وعروسه مثلا جابوا بيت وعايزين يعملوا ديكور وعايزين يظبطوه، فعلا اسعاره وهميه. الإنسان اللي قدامكم ده يا جماعة بجد على قد المعروف فعلا مهندس شاطر، كمان على المستوى التعامل وانت بتتعامل معاه فيس تو فيس كده حاجة بجد بجد. ده اكتر حد، اكتر حد وقف معانا وقف جنبنا وعشان يظبط لنا البيت من اوله لاخره علي الزناتي. فعلا اسعاره وهمية جدا جدا، بجد محترف قوي في شغله، فعلا شغل بروفيشنال. انا حابب اشكر مين؟ علي الزناتي. الراجل ده شاطر جدا جدا جدا، واسعاره ارخص من السوق بالالوفات. يعني لو انت بتعمل مثلا حاجه في السوق بثمنها كذا، عنده هتلاقيها ارخص كتير جدا، وبيقدر ان هو يقسط لك ويعمل اي حاجه نفسك فيها. من الاخر الشخص ده وفر عليا فلوس كتير جدا. وكمان يا جماعه بيعمل حاجه جميله جدا، بيعمل فصل على كل منطقه فتره. كل الناس اللي عايزه تجدد بيتها او تعمل بيتها من اول وجديد، او كل عريس وعروسه مثلا جابوا بيت وعايزين يعملوا ديكور وعايزين يظبطوه، فعلا اسعاره وهميه. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا فقرتنا التانية، هنستقبل فيها ضيفنا العبقري الجينيوس باشمهندس علي الزناتي، رئيس شركة لاكشري هاوس للمقاولات والتشطيبات. صباح الفل. صباح خير عليك. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. تعبت على ما وصلت يعني؟ طيب صعب شوية بس كويس، شغال. بسم الله ما شاء الله الشغل بتاعك حاجة تحفة يعني، على قد ما بنقدر نطلع شغل بجد كويس. حاجة تحفة، حاجة جميلة جدا يعني. قول لي يا باشمهندس، اول ما بتخش اللوكيشن اول حاجة بتيجي في دماغك ايه؟ يعني اول حاجه ببص لها المساحه. المساحه بحاول ان انا اعمل اخلق مساحه مناسبه، حتى لو كانت مساحه صغيره بحاول ان انا اخليها يعني بالالوان بالفرش، يعني حاجات كتير كده، عوامل كتير بنخليها تبقى متناسقه، بتخلي الشكل في العموم جميل جدا. بنغير كل حاجه، غير ملامح الشكل وملامح الشقه، كل حاجه بتتغير، المعماري بيتغير، الديكور نفسه بيبقى مناسب ليها، كل حاجه مناسبه ليها. انت بتستلم اللوكيشن على الطوب الاحمر؟ اي وضع. اي وضع. اي وضع. اه يعني عايز اقول لك مثلا لو مساحه شقه 50 متر لا بس طبعا ما بتشتغلش انت في المساحات دي، انا عارف. بدي مثال. بس انا عارف انت بتشتغلش في المساحات دي يعني. انت ما شاء الله يعني، انا عارف. الحمد لله. انت بتغزي العين عنك. كمل. الحمد لله. كمل شو؟ يعني مثلا يعني لو مساحه صغيره ايا كان الرقم، بالالوان، في الوان بتقفل معاك المساحه، والوان بتفتح معاك المساحه. كل حاجه بنحط لها ايه نسب ومعايير، ودينا بتتظبط يعني. كل حاجه ليها نسبه هندسيه بتمشي طبعًا عليها. طبعا. الماتيريال اللي بتشتغل بيه ايه بقى يعني؟ احنا شغالين ب يعني كل حاجه عندنا ليها ضمانات. كل حاجه ليها ضمانات. كويس. بنبدا تاسيس، مراحل تاسيس، مراحل تشطيب، مراحل ديكور، بناخدها مراحل كده. الضمان بيبقى كام سنه مثلا؟ يعني مثلا عندنا على السباكه بتدي 10 سنين. على السباكه 10 سنين؟ اه مثلا. على النقاشه؟ لا بندي، بص يا ضمان الشركه عندنا عموما في العموم تمام سنتين. العموم. يعني في التوتال؟ سنتين. سنتين اتنين. التاسيس بقى بيبقى جاي من الشركات اللي احنا بنشتغل معاها. اكتر حاجه ممكن ترهقك في تصميم لوكيشن ايه؟ اكتر حاجه ممكن ترهقني يعني فيلا، شقه، كده يعني. هو عموما بص كل حاجه وليها نظام. يعني هنتكلم مثلا لو فيلا، زي ما قلت لك في الاول كل حاجه لها نسب ولها معايير، وانا ما فيش حاجه قدامي الحمد لله صعبه، كل حاجه قدامي متاحة. لا بس في حاجه بتاخد منك فكر يعني، الفرش. الفرش. الفرش هو كل حاجه، الديكور هو كل حاجه. اللي هو بعد التشطيبات بقى وبعد كل حاجه تبدا تشتغل في الديكور واحده واحده بقى، السقف، الحوائط، الارضيات، كل حاجه متناسقه. لون الارضيه مع لون الحيطه مع لون الحوائط مع لون السقف، كل حاجه متناسقه.
العفش حضرتك بتجيبه منين؟ الفرش ذات نفسه كل حاجه بنعملها هاند ميد. هاند ميد كل حاجه بتعمل بالمقاس. انا عايز توضح لصدى المشاهدين الشغل بتاعك ليه، لان كل حاجه عندهم معلومه واضحه. خليني اقول لك على حاجه. يمكن السوق مليان كتير، تعالى بص على كل حاجه انا عملتها او اي حاجه انا اشتغلت فيها. مفيش حاجه طلعت مش مظبوطه، كل حاجه بالمقاس. فضل الله الحمد لله. فضل الله. الماتيريال نفسه بنشتغل باعلى ماتيريال. اعلى كواليتي عالي جدا. يعني مفيش حاجه مش مظبوطه. اعتقد ان انت لما ما تبخلش على الشغل بتاعك تطلع حاجه كواليتي في النهايه، بيطلع كواليتي يعني انت ما بخلتش عليه. اخر حاجه بنتكلم فيها الماديات الخاصه بالشركه. هو اهم حاجه عندنا. انت عندك ستاف كامل في الشركه؟ كل حاجه. كل الجنود موجوده. اخر حاجه بتكلم فيها النسبه بتاعت الشركه او فلوس الشركه. هو اهم حاجه عندي ان انا اطلع حاجه كويسه. دي اهم حاجه في المقام الاول والاخير. ولكن الزبون برضه هو عليه عامل مهم بصراحه، وهو بيساعدنا كتير. عايز يعني الكلاين بتاعك عايز يطلع حاجه كويسه لازم طبعًا يساعدك طبعا عشان خاطر يقدر يطلع حاجه كويسه. طبعا طبعا. هو متفاهم ده. هو شايف ده وتعامل مع ده. تمام. والحمد لله عندنا حاجات كتير جدا. لا في نماذج كتير انا شفتها ما شاء الله، يعني حاجات انا الحمد لله. انا فوجئت بيها. يعني في صوره معانا كانت جميله قوي، يعني ما شاء الله. دي اوضه نوم. دي غرفه نوم. انت لو خدت بالك هنا لون السرير، البانكيت مع الظهر، كل حاجه متناسقه. الديزاين الاحدث دلوقتي ايه؟ احدث حاجه ايه؟ الستيل. ده قديم قوي ورجع تاني. صح. بص اقول لك على حاجه، احنا دايما بنجيب من ورا لقدام. لان احنا هنجيب من ايه؟ بس مع التطوير بقى. هو سبحان الله دايما الموضه بتتجدد. انا احكي لك على موقف كده، يعني هو بره موضوعنا. هي الموضة حاليا في اللبس، في ان انت بتلبس الجرافات نفس مش نفس لون المنديل. لا. الموضة حاليا انت بتلبس المنديل نفس لون القميص، مش نفس لون الجرافات. ده اللي بقول لك عليه. فانا بتفرج على مسلسل قديم قوي لرأفت الهجان، فلقيت فيه الموضة دي. دايما بنجيب من ورا. الموضة بتتجدد. بتتجدد مع التغيير بقى. يعني الستيل، شغل الستيل ده شغل قديم قوي، يعني شغل كان في الثمانينات اعتقد. تقريبا. او ما نزل رجع تاني موضه. هو بس طبعا بشغل تاني. بشغل تاني خالص بقى. بماتيريال تاني. بالوان تانية. يعني انت لو خدت بالك في كل الشغل اللي معمول معظمه في ستيل. لو معانا صور يا جماعه نعرضها على الشاشه، يبقى ثلاث ارباع الشغل ده ستيل معظمه، مش ثلاث ارباعه برضه، في الخشب كتير جدا. بس هو الستيل داخل كتطعيم. انواع خشب ايه اللي بتريحك بتحب تشتغل بيه؟ كل الانواع. شغالين ار وشغالين زان. يعني في زان، في ار، في سويد، في خشب كله. ابيض. بس خشب كل حاجه ليها حاجه. يعني مثلا لو نشتغل صالون بنشتغل زان. لو نشتغل بواب بنشتغل ار. لو بتعمل برجوله مثلا. برجوله يعني بنشتغلها سويد على ار، يعني بنطعمها برضه. ولو احنا معانا شويه صور من شغلك. بصراحه انا شغلك عجبني جدا، يعني لفت نظري جدا وانا بشوفه. الحمد لله. بتحب انت المساحات جدا؟ بعشق المساحات. لاحظتها في التصميم. بعرف اطلع شغل. بعرف اتبين شكل. يعني الريسبشن مثلا مساحته 100 متر مثلا، ده يبقى معاك مريح مثلا جدا. بعرف يعني. بص الريسبشن غير الاوض طبعا. اقول لك على حاجه، الاوض مثلا. الغرف النوم الاول. غرف النوم ديت هي بالنسبه لي كل حاجه، لان هي فيها راحتك كلها. خلي السنتر بتاعك في النص دايما. انت واقف في نص الغرفه دلوقتي، عايز تشحن موبايلك في اي مكان حواليك اهو، بص هتلاقي شحن الموبايل موجود. ده احنا بنوفر كل عوامل الراحه للعميل. عوامل الترفيه والراحه دايما. دايما ببص يعني انا عندي دايما رقم واحد والمقام الاول العميل، يبقى مش ناقصه اي حاجه. رقم اتنين دايما عندي ببص، يعني احنا انا ممكن واحد من الناس بروح اقعد في فنادق كتير او بغير جو. ليه؟ بلا الخدمه المميزه. ده اللي انا بوفره للعميل دلوقتي، ان انا بعمل الخدمه دي. انت بتغير جو ولا بتستكشف؟ يعني خليني اقول لك، بنستكشف. بس تحت بنغير جو. بس في ايفوليشن، انت بتطور لازم. وبسافر، يعني انا بسافر بره كتير، باخد فكر، يعني بنشوف الدنيا في تطور كتير. فخليني اقول لك ان انا دايما عوامل الراحه هي اللي بتخلي العميل يبقى متمسك بيك. هي دي الميزه. بس كل حاجه بقى متناسقه بقى. مقرها فين الشركه فندم؟ عشان احنا عندنا المقر بتاعنا ابراج التوفيق.
البوابة الخلفية لوزارة الدفاع. الدور السابع عمارة 38. ده فرع واحد بس. ده فرع. مفكرت شفت فرع في. ربنا يسهل بقى. قريب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الاستاف بتاعك عبارة عن إيه؟ بص احنا عندنا المصنع بتاعنا. تمام. ده بيصنع كل حاجة. بطاقة إنتاجية 10 غرف. في الأسبوع. 10 غرف في الأسبوع. آه. ايا كان وات ايفر بقى غرفه نوم غرفه صالون صالون انتري ايا كان ده المصنع. وبالنسبه بقى للتوكيل بتاعنا عندنا توكيل الدهانات برضو. عندنا كل بقى الحرف موجوده السباكه الكهرباء النقاشه الجبسن بورد كل ده موجود. ايه اللون اللي هو طالع اكيد في لون طالع حديث. بص هو دايما يعني كل فتره كده بيبقى في لون خاص. مثلا بتبقى مجموعه الوان متناسقه ارضيات مع حوائط مع سقف. دي حقيقة. هو اللون اللي طالع دلوقتي اللي بقاله فتره شغال معانا جري والاسود. والاسود الاثنين دول دلوقتي مميزين جدا. دول طالعين حاليا على الساحه يعني. طالعين كويس. حتى انت ممكن تلاقي في كافيهات كتير شغاله اسود. جري برضو شغال كويس جدا. دول مميزين جدا دلوقتي. انت اي لوكيشن ممكن تعمله؟ اي حاجه ايا كان. كافيهات فنادق لوكيشن يعني هنا مثلا في الاستوديو برضو ممكن تعمل لنا حاجه كويسه. انا مش يعني برضو مش عشان بس ما اعملش دعايه لحاجه معينه. احنا شغالين مع مع كذا قناه دلوقتي. بنعمل لها لوكيشن. بنعمل كل الماتيريال بتاع التصوير احنا اللي بنعمله. بنعمل الكراسي الترابيزات السجاد كل حاجه احنا بنعملها. يعني قريب ان شاء الله على قناه اقرا في برنامج بيتعمل زي هو نفس الفكره بتاعه ستار اكاديمي عاملينها بس للبرنامج الديني للبرامج الدينيه. القران البرامج الدينيه. لجنه تحكيم وكراسي وترابيزات وجو كويس جدا. يعني هل مثلا اللوكيشن هنا مثلا بيحتاج مهندس متخصص ولوكيشن مثلا فيلا بتحتاج مهندس متخصص ولا لا؟ هو كل حاجه كل حاجه عندنا المكتب. عندنا في يعني مجموعه مهندسين دول تصميمات يطلعوا اي حاجه. دول على اعلى انت مستوى. بتعمل تصميم على الاوتوكاد كل حاجه وبتعرضه للقبل قبل قبل يعني مثلا انا كلاين جالك عندي مثلا الشقه دي عايز اعمل لها بنعمل رفع المساحه الاول. تمام. وبنبدا نعرض على العميل. يعني انت بتعرض بتعرض له حاجه مجسمه مثلا عن طريق الكمبيوتر مثلا رسمه ان ريسبشن. يعني انت مثلا دلوقتي جاي عشان اعمل لك الشقه بتاعتك او الفيلا بتاعتك. تمام. اول حاجه بعملها بعمل رفع مساحي. تمام. بعمل رفع مساحي. بعد كده بعمل اوتوكاد وبقعد معاك. انت طلباتك ايه؟ وانا عايز اوضه نوم، عايز اوضه اطفال، عايز ليفنج، عايز دريسنج روم، عايز حمام، عايز اتنين حمام، عايز مطبخ. باخد منك الفكره بتاعك وببدا احطه بالمساحات اللي تناسب الشقه. تمام. وببدا بعد كده بعمل 3 دي ماكس. ايوه ده انا بتكلم فيه بالظبط كده. خلاص يعني. تمام. بتوقع عليه ببدا اشتغل. يعني انت بتعرض له التصميم بتاعه الاول بيشوف شقته صوره يعني عايز اجيبها بالعربي كده كل حاجه بالفرش. بيشوف الشقه بتاعته اللي هي لسه على الجدران صوره كامله حيه. يبدا هو بقى عجبه ويبدا يقرر بالزبط. بقى اذا كان تمام خلاص طب نعدل هنا، طب نكبر السرير ده، طب نصغر السرير ده. يعني احنا شغالين مثلا دلوقتي في فيصل هنا. تمام. الزبون مثلا او العميل كان عايز سرير متر. فبعد ما رفعنا المقاسات لقينا المساحه تناسب سرير 120 فعرضنا عليه. طب ده يناسب كذا، اصل انا كنت متخيل هي تناسب متر. فلا يعني كل حاجه بتبقى على الرسم. بتبين كل تفاصيل الشقه. انت يعني بتحب تعمل تصمم مثلا ريسبشن بتحب يكون فيه مليان ولا الاحسن بيكون مثلا فيه فراغ فيه مساحه؟ كتر العفش بيعمل ضيق. بالظبط كده. كتر العفش بيعمل ضيق. عشان كده الثري دي ماكس هو يعني عامل الامان بالنسبه لنا. اللي هو بيحدد لك انت عايز ايه قبل ما تبدا حاجة. اي حاجه. كل حاجه. هو كل حاجه ايدينا ورجلنا يعني كل حاجه معانا. نقط الكهرباء، نقط السباكه، العفش بيتحط ازاي، اماكنه ازاي، مساحته ايه، كل حاجه بتطلع. الاضاءه بتفرق؟ طبعا. طبعا. اضاءه الحوائط، اضاءه الجناب، بص السقف. الاضاءه دي بالذات بيبقى ليها يعني مدرسه متخصصه ليها. مدرستها بتعتمد على ايه؟ ليها مهندس اضاءه؟ لا لا لا. هي معانا عادي. ولكن
مش شرط ان انا املى المكان اضاءه عشان احس بيه. لا، هي برضو ليها نسب. انا ممكن احط اضاءه معينه في اماكن معينه تديني الاحاء، وفي نفس الوقت انا مقلل كتير. تمام. فيعني برضو عايز اقول لك ان كل ده بيطلع معانا على 3D. وبرضو خليني اقول لك حاجه تانية، احنا دلوقتي عاملين عرض كويس جدا للعرسان. كل واحد مقبل على الجواز احنا عاملين له اوفر 20% خصم. اوفر 20% خصم على الباكجات اللي نازله عندنا. وال3D ماكس ده هديه. الثري ماكس ده هديه. ده هديه. انت عامل كمان خصم لمناطق معينه صح؟ احنا بننزل كل فتره كده، يعني احنا مثلا بقى لنا اسبوعين شغالين على زايد، عامل لها خصم مخصص لزايد. في خصم لزايد دلوقتي بس يعني كل منطقه الفتره اللي جايه نازلين، يعني الحمد لله احنا محققين في زايد حاجه كويسه جدا. الحمد لله يعني. فالفتره اللي جايه ان شاء الله نازلين بقى في مدينه نصر. وفي كذا منطقه نازلين فيها، بننزل مناطق كده، بتعملون خصم منطقه، خصم المناطق، خصم المنطقه. طب مثلا لو في عميل جالك من بعد ما خلص الخصم مثلا في الشيخ زايد، وانت حاليا عامل خصم في مدينه نصر، بص هتوفر على الخصم كده كده عندنا، يعني مثلا هنمثلها زي العربيات كده. انا عايز اوضح بس للساده المشاهدين، الخصم على كل الخصم. خصم على كل. ولكن بيبقى في حاجات طالعه اوفر من الشركه. هو بيستفاد بيها. يعني الخصم في العموم مثلا 20% كويس على كل الانحاء، ده ثابت يعني. ده ثابت. بنيجي بقى على المناطق ديت بيبقى في اوفر معين ليه. يعني مثلا دلوقتي في اوفر للعرسان اللي هو 3D ماكس هديه، ال بعض الحاجات. تكلفته كام 3D ماكس؟ احنا يعني برضو بيتفاوت يعني. بيبدا معانا من 50 جنيه للمتر ل 250 جنيه للمتر. حسب الكواليتي. حسب الكواليتي، على حسب طلبات العميل. والشقه بتاخد لها مثلا على حسب كام متر الشقه ولا؟ بس كل تصميم وليه مدته. وليه الموديل بتاعه؟ ليه مدته. يعني مثلا في شقه تاخد معايا مثلا شهر. وفي شقه تاخد معايا شهرين. هنا في طلبات معينه وهنا في طلبات معينه. تمام. فكل ده بيرجع برضو فين؟ للعميل. قبل ما بنعمل اي حاجه بنقول له ده ياخد معانا مده قد كذا، وبنحط البلان اللي بنمشي عليه. كل مثلا فتره معينه بتيجي تستلم البنود المعينه بناء على الخطه اللي انت حاططها، في خطة عمل تنفذ بالظبط. بالظبط. الاضاءه، اضاءه الارضيات، الارضيات ملهاش اضاءه. بس انا لاحظت ان هي بدات ان هي تبقى، احنا الاضاءه عندنا تبقى في اللاندسكيب. في انا فاهم لاندسكيب، فعايزك تفهم يعني ايه الناس لاندسكيب. لاندسكيب يعني حديقه، يعني زرع، يعني نجيل صناعي او نجيل طبيعي. يعني حجر، يعني زلط، حاجات من الطبيعه. يعني ما يبقاش في مثلا اضاءه في الارضيه تحت الحائط. لاندسكيب بقى بيبقى شامل حاجات كتير. ارضيه، وبيبقى شامل كهرباء، شامل سباكه، في حاجات كتير جدا في لاندسكيب. هو لاندسكيب عموما جزء من الطبيعه. كل ما هو خلاه بيبقى في لاندسكيب، من شجر، من اضاءه، من ميه، كل حاجه. ايه الحاجه اللي انت عملتها وحسيت ان انت انبهرت بيها بعدها؟ أكيد 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 ليك ذكرى في حاجة حسيت إن أنت. شقتي. في شقتك عشان بتاعتك كانت توصل يعني. طب والناس يعني مش لا أنا بهزر طبعا. أنا كل حاجة عملتها الحمد لله، كل يعني أنا فيها. لا بس أكيد في حاجة مثلا بعد ما خلصتها لقيتها فيها حاجة سبيشال، حاجة مميزة. خليني أقول لك على حاجة. عمري ما عملت تصميم زي التاني. دايما في اختلاف. لازما. ما أعرفش قلت حاجة. لو قلت أقعد. طب انا مثلا انا كلاين جاي بقول لك انا شفت دي عاجبني عايز اعمل زيها، بس باللي يناسب بقى. لازم يكون فيها تغيير، لازم يكون فيها تشنج، لازم وللاحسن. هو ده الفرق. هيتطور، لازم بيتطور يعني بطوره للاحسن. وفي النهايه بيطلع فعلا احسن. الحمد لله. يعني انت لو شفت النماذج اللي احنا عاملينها. نماذج وفي كان في حاجات معانا على الشاشه عرضناها. ايه بقى اكتر حاجه ارهقتك؟ طيب اكتر حاجة ارهقتني او عامة بترهقك في المجال بتاعك؟ بص، هو طول الوقت احنا مش بننام اصلا. طول الوقت احنا شغالين. اذا كان في تصميم او اذا كان في اشراف على عمل. يعني 24 ساعة متواجدين بصراحة. لا انا عارف ده، بس استاذ المشاهدين ما يعرفوش ده. يعني اكتر حاجة احنا بنواجهها فعلا المسؤولية. ان انت النهاردة كعميل بتحملنا مسؤولية، فدي بالنسبه لي ارهاق. بس فيها راحه. راحه نفسيه بعد ما انت بتخلص. بتطلع حاجه تحفه. دي اهم حاجه بالنسبه لي. هي المتعه اللي انجوي، ان انت لما بتشوف حاجه انت خلصتها فبتشوفها فبتحس بالراحه فعلا ان انت انجزت وطلعت حاجه الكواليتي بتاعها عالي.
بالظبط. تعال اقول لك بقى على حاجه. كل شغلانه عندي كل شغلانه عندي بدايتها زي نهايتها. دايما البدايات بتبقى كويسه والنهايه عندي بتبقى احسن من الكويسه. الفينش لازم. والفينش ده بالذات بالذات يعني دايما بيبقى متواجد فيه انا والتيم اللي معايا كله، مهندسين مشرفين مواقع كله بيبقى موجود. هل عملت حاجه قبل كده وحسيت ان هي مش عاجباك فقلت لا انا هديها واعملها تاني؟ كتير. ده على حسابك انت بقى مش على حساب خالص. العميل. العميل مش دعوه. العميل ليه في النهائي. يعني ما اعرفش اسلم حاجه مش كويسه. لازم الحاجه تطلع رقم واحد. لازم تتحس من جواك ان انت اصلا راضي عنها. راضي عنها طبعا. وده شيء جميل على طبعًا فكره. طبعًا. مش هخلص شغلانتي بقى هي عجبته وعجبته ما عجبتوش وعجبتوش خلاص. طب لو عملت حاجه مثلا وفي قلت في مثلا لمسه كده ممكن انت مش متفق معاها، مش متفق مع العميل مع عليها يعني، بس لقيت في لمسه ممكن لو عملتها هنا ترفع الشو بتعملها؟ بعملها. بتعملها اصلا. طب بتعطوها برضو دعايه ليك يعني؟ مش موضوع دعايه ليا هو. انا باخد انت بتحب شغلك اصلا. لازم. انت بتحب. لازم احبه عشان يديني اكتر. انا بشكرك باشمهندس على الوقت الجميل ده. انت جيت متاخر، كان في حاجات كتير عايز اكلم معاك فيها بجد. المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الحلقه الجايه ان شاء الله. دي كانت حلقتنا اعزائي المشاهدين، نرجو ان تكونوا استمتعتوا بيها، والى اللقاء الحلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.